السلام عليك يا من انقذتنا من حمى الافعال.
لأن أصنام لم تثبت أمام قوتك أيها المخلص فهوت، والذين نجوا منها جعلوا يهتفون لوالدة الإله: السلام عليك يا نهوض البشر، السلام عليك يا سقوط الأبارسة، السلام عليك يا من وطئت عزة الضلال، السلام عليك يا من فضحت غش الأسطار، السلام عليك يا بحرا غرقا فرعون العقل، السلام عليك يا صخرة عروت الغيطا. السلام عليك يا عمودا راعيا يا للذين في الظلام، السلام عليك يا ستر عند العالم أوسع من الغمام، السلام عليك يا جذان يقوم بدل المن، السلام عليك يا خادمة النعيم المقدس، السلام عليك يا أرض المعاد، السلام عليك يا من يجري منها اللبن والعسل، افرحي يا عروسة صلاة.
وجرة تحوي المن المحليا حواس الأطبياء. استغفار العالم، السلام عليك يا سل من رفعت الجميع بالنعمة من الأرض إلى العلاء، السلام عليك يا جسرا ناقلا بالحقيقة من الموت إلى الحياة جميع الذين يسبحونها. السلام عليك يا طاهرة أسمى من السماوات، قد حملت في بطنها أساس الأرض بلا عناء. السلام عليك يا محارة صبغت بدمائها رجوانا إلى أن لملك القوى. يا من ولدت حقا المشترع الماحي مجال المآثم الجميع، يا عمقا لا يدرك وعلوا لا يوصف، يا من لم تختبر زواجا وبها تألهنا. نشيد بحمدك يا من ظفرت في العالم الإكليل الذي لم تظفره يد، صارخين إليك السلام عليك أيتها العذراء، يا حرزا وسندا ومعتصما وموئلا مقدسا للجميع. إن البرايا السلام عليك يا منزهتنا عن كل عيب، قد حملت طريق الحياة وخلصت العالم من طوفان الخطيرة. السلام عليك يا عروس الله، يا نبأً وحديثاً رهيباً. السلام عليك يا مسكناً لسيد الخليقة، يا والدة الإله فارقة القداسة يا خدرا وطاء. السلام عليك يا فرح الملائكة، السلام عليك يا نجدة المستغيثين بالإيمان. السلام عليك أيتها السيدة، يا مرتبة عرية للكلمة وفردوسا حيا يحوي في وسطه الرب عود الحياة الذي يحيي بحلاوته المتناولين منه بإيمانه الرازحين تحت عبء الفساد. نهتف إليك بإيمان وقد تأيدنا بقوتك. السلام عليك يا مدينة الملك المتناول.
يستقطع منه وغورا لا يسقى. غمامة وابطاء ظل المؤمنين انقطاع.
السلام عليك يا زهرة عدن الفساد، السلام عليك يا إكليل العفة، السلام عليك يا من أوضحت رمز القيامة، السلام عليك يا من أظهرت سيرة الملائكة، السلام عليك يا شجرة لذيذة الثمر يتغذى منها المؤمنون، السلام عليك يا غبسة صليلة يستظل بها كثيرون، السلام عليك يا من حملت في الضالين هاديا، السلام السلام عليك يا مستعطفة الديان العادل، السلام عليك يا مسامحة الخطأ الكثيرين، السلام عليك يا حلة دالة للعراة، السلام عليك يا حلال لم يفوق كل خوف، افرحي يا عروسة لا عروس لها، ولم يجد البت عن السماوي إصفار تنازل إلهي لا انتطال من كان، وصارت الولادة من بتول استمر
السلام عليك لأنك حققت مهرة المباحثين، السلام عليك لأن مؤلف الأساطير قد خطروا بك، السلام عليك يا من تقطع أشراك الأزمان، السلام عليك يا من تملأ شباك الصياد، السلام عليك يا من تنتشر من وهدة جهالة، السلام عليك يا من تنير كثيرين بالمعرفة، السلام عليك يا سفينة للذين يرون خلاصا، السلام عليك يا ميناء المبحرين في الحياة، افرحي يا عروسة لا عروسة لا لما شاء أن يخلص العالم وفاه من تلقاء نفسه، مع أنه رأينا من حيث هو إله فقد ظهر لأجلنا إنسانا مثلنا، وإذ دعا الإنسان شبيها به فهو يسمع كلاه هداه، هللوا لله هللوا.
يا والدة الإله فائقة القدس
ذات مسك النور، لذلك نمدحك إلى جميع الدهور. تكسى والخرس يحصلون النطق، والبرص يطهرون، والأمراض تطرب، وأسرار الأرواح الجائلة في الفضاء تقهر بك أيتها العذراء خلاص البشر. يا من ولدت الخلاص للعالم، وبها رفعنا من الأرض إلى العلاء، يا حماً وسنداً وصوراً وحصناً للمرنمين، يا أعمال رب سفيحه وارفاعه إلى جميع الدهور. فليا رب اصبر روحي كل أرضي حاملاً بصباح، ومن كل ضربة أخرى واردة علينا بكثرة سقطاتنا نحن الأنام الخاطئين، لنصرخ إليك بالسلام نحن المؤمنين الذين منا به نصيبا من الفرح الأبدي. لذلك نهتف إليك السلام عليك يا كوكب لا يغيب مدخلا إلى العالم الشمس العظيمة، السلام عليك أيتها النقية التي فتحت عدنا المغلقة، السلام عليك يا عمودا ناريا ندخل جلس البشر إلى الحياة العلوية. السلام عليك يا سيدة العالم، السلام عليك يا مريم سيدتنا أجمعين، السلام عليك يا من هي وحدها في النساء جميلة بلا عيب، السلام عليك يا إناء قبل الطيب الذي لا ينفد مفرغا عليك. السلام عليك يا فخر جميع الأبرار وإكليل المشاهدين، السلام عليك يا زينة إلهية لجميع الصديقين وخلاصنا نحن المؤمنين. لما شئت في رحمتك العظيمة أيها المسيح أن تتخذ صورة البشر. يا
سلام عليك يا ركن البتولية، سلام عليك يا باب الخلاص، سلام عليك يا سبب تجديد جبلتنا العاقلة، سلام عليك يا قيمة على الجودة الإلهية، سلام عليك لأنك عدت ولادة من حبك بهم في الغار، السلام عليك لأنك أعدت الصواب إلى المسلوب الصواب، سلام عليك يا من عطلت عملا مفسد النفوس، سلام عليك يا من ولد زارعا عقاب، سلام عليك يا خضر السواج الذي بلا زرع، سلام عليك يا من تصالح المؤمنين مع الرب، سلام عليك يا مربية صالحة للعذاب، السلام عليك يا مزينة النفوس القديسين، افرحي يا عروسة العروسة لها، افرحي يا عروسة العروسة لها، كل مديح وإن تكلف الإسهام يقصر عن مساواة غزارة رأفتك العزيزة، أيها الملك لأننا وإن قدمنا لك أنشيدا تسابر الرمل عدا لا نفي شيئا جديرا بما أعطيتنا نحن الهاتفين، هللو مصباحاً مشعاً ظاهراً بالذين في الظلام، لأنها بإشعالها النور غير المادي تهدي الجميع إلى المعرفة الإلهية، إذ تنير عقولهم بضيائها فيكرمونها صارخين، سلام عليك يا شعاع الشمس العبلية، سلام عليك يا شهاب الضياء الذي لا يغرب، السلام عليك يا برقا مضيئا للنفوس، السلام عليك يا من ترى
الضابط الكل يلي قد سكنا في بطنك فقدسك ومجدك وعلم الجميع أن يهتفوا لك. السلام عليك يا تابوتا مذهبا بالروح. السلام عليك يا كنزا للحياة لا ينفى. السلام عليك يا تاجا كريما للملوك الأتقياء. السلام عليك يا فخرا أثيلا للكهنة الورعين. السلام عليك يا خباء الله الكلمة. السلام عليك يا قديسة تفوق القديسين. السلام عليك يا برج الكنيسة الذي لا يتزعزع. السلام عليك يا سور الملكة الذي لا يرى. السلام عليك يا من بها ترفع شارات الظفر. السلام عليك يا من بها تدحر الأعداء. السلام عليك يا السلام عليك يا خلاص نفسي. افرحي يا عروسة الله عروسة الله. الجميلة بكل مديح يا من ولدت الكلمة قدوس القديسين. أيتها الأم الجميلة بكل مديح يا من ولدت الكلمة قدوس القديسين. أيتها الأم الجديرة بكل مديح يا من ولدت الكلمة قدوس القديسين. تقبلي تقدمتنا هذه ونجينا جميعا من كل بلية وأنقذي من العقوبة الآتية الهاتفين إليك. أحبائي، صعب علينا كثير ومؤلم إنه اليوم نصلي بهالكنيسة والمؤمنون غائبون، أبناؤنا الذين كانوا يملؤون كنائسنا وساحات كنائسنا ليودعوا السيدة العذراء في مدائحها الأخيرة في زمن الصوم المبارك. يعز علينا أن لا يكون معنا بالجسد
إلا أنه معنا في كل مكان في العالم اليوم، يشاركوننا بهذه الصلاة التي اعتادوا أن يودعوا بها السيدة العذراء جموعا كثيرة، قلوبا متحامة، أياد متشابكة. يعز علينا لكن لا نحزن، لا ندع الحزن يدخل إلى قلوبنا، لأننا نحن المسيحيين عندنا رجاء، رجاء كبير، وهذا الرجاء هو السيد المسيح. رجاؤنا لن يتركنا أبدا، نحن أبناء الرجاء، حياتنا كلها فيها مصاعب، فيها عقبات، إلا أننا بمعونة الله نستطيع دوما أن نتغلب عليها. وكما يقول القديس يعقوب: لا يسمح الله بتجربة إلا ويعطي معها مخرجا، ولسوف نخرج من هذه المصيبة. صلينا لتونا صلاة جميلة: نجينا من التجربة أيتها الفتنة، ومن اجتياح البرابرة، ومن كل ضربة تأتي علينا، كل ضربة. هذه أحباء ضربة من تلك الضربات التي يسمح بها الله تعالى بحكمته ومحبته للبشر، لكن التي سوف يخرجنا منها. أطباء العالم اليوم لهم الشكر الكبير، الذين ينكبون على معالجة المرضى لشفائهم. العلماء في المخارج لهم أيضا شكر كبير، لأنهم يسعون إلى إيجاد لقاح ودواء لهذه المصيبة التي حلت بالعالم. ونحن هنا أحبائي نرافقهم بالصلاة، ولنتذكر أننا جعلنا للصلاة بالدرجة الأولى. فلنصلي دوما من أجل أبنائنا، من أجل العالم كله، لكي يكونوا متحدين، لكي يكونوا متضامنين، لكي يعيشوا بعالم ينتظرون منه سماء جديدة وأرضا جديدة يعيشون فيها بالفرح والسلام. وهنا أتوجه إلى أبناء في كل مكان وأدعوهم إلى أن لا يخاف، إلى أن يتركوا في قلوبهم مكانا للرجاء الذي لا يخزى، كما يقول القديس بولس. أجل أحبائي، لا نخزى أبدا نحن، لأننا بنينا على أساس الرسل، وحجر الزاوية هو المسيح، وهذا الحجر لن يسقط أبدا. هذا الحجر هو الذي سيعيد بناء هذا العالم، عالم المحبة، عالم التفاهم، عالم التعاضد، عالم الانكبار على وجود حلول للبشرية كلها، من دون استثناء، من دون إقصاء، من دون تقوقع. يجب علينا أحبائي أن نعمل كلنا معا لكي نبني عالما واحدا، من دون تمييز، لا بالدين ولا بالعرق ولا بالمذاهب. هذا العالم هو خليقة الله تعالى كله، وهذا العالم نحن جزء منه، لسنا نحن العالم كله، إنما نحن جزء من هذا العالم. ويجب علينا أن نعتبر أنفسنا مكملين لهذا العالم ومصلين من أجل هذا العالم. غدا نحتفل بعيد سبت المذابح، وسوف نصلي أيضا في الساعة 11:30 هنا في هذه الكنيسة، وسوف نتابع الصلوات كلها حتى القيامة، حتى نقوم مع السيد المسيح. لا شيء أحبائي يمنع أبدا من أن نصلي، قلبنا دائما جاهز للصلاة، وقد جعل قلبنا نحن للصلاة. وصلاتنا أحبائي في العالم أجمع، أولادنا في العالم أجمع، صلاتنا معكم دائما وصلاتكم معنا. نحن كنيسة واحدة ليس لها حدود، ليس لها ما يفصل بين أبنائها أينما كان. أدعوكم أحبائي إلى أن تكون قلوبنا واحدة، وأيدينا واحدة، وأفكارنا واحدة،
لكي نبني الكنيسة ونبني عالما فيه الإنسان يعيش بكرامته، يعيش حقيقته كابن لله تعالى. وكل عام وأنتم بخير. سيدنا وبطري يا كانت احفظه يا رب بسنين كثيرة، يا سيد بسنين كثيرة، يا سيد بسنين كثيرة، يا من السماء ليقرأ السلام على والدة الإله. إن الملاك المتقدم أرسل من السماء ليقرأ السلام على والدة الإله. إن الملاك المتقدم أرسل من السماء ليقرأ السلام على والدة الإله. فلما شاهدك يا رب متجسدا مع صوته المجرد عن الجسد ذهل وانتصب صارخا إليها هكذا: السلام عليك يا من بها يشرق الفرح، السلام عليك يا من بها السلام عليك يا تجديد دعوة آدم الساقط، السلام عليك يا منقذة حواء من الدموع، السلام عليك يا علوا لا تسمو إليه أفكار البشر، السلام عليك يا عمقا لا تبلغ حتى أبصار الملائكة، السلام عليك لأنك سدة الملك، السلام عليك لأنك تحملين حامل الكائنات، السلام عليك يا كوكبا مظهرا الشمس، السلام عليك يا حشا التجسد الإلهي، السلام عليك يا من بها تتجدد الخليقة، السلام عليك يا من بها يصير الخالق طفلا. افرحي يا عروسة لا عروس لها. السلام ذاتها